كيفاش كتبردوا فهاد الصيف خويا؟ هاد الصيف هذا اخويا مدوزين وحنا في خدمه. تصور معايا بحال البارح 42 في الحراره وحنا خدامين في هاد الشمس هادي اخويا الحنطه. واحد تصور معايا حد الان باقي ما تبحرنا الصيف اخويا. شنو موش على الصيف كدوش عليك؟ لا واخا واخا تكون تستي في الحراره الصيف اخويا راه ما يمكنش. علاش كنلقاو فيه راحتنا؟ كنسافروا كتلقى الوقت يكون عندك خاوه ماشي بحال الشتا. الشتا ما عندك ما دير. الشتا مازال الشتا المحبي للسريه صحاب القهوه فهمتي مانطا هما هذوك. اما حنا صحاب الصيف السفر غدور غتخرج على البلاد راك عارف خويا. الماء شربوا الماء صح. من غير الماء شنو كتقدر مثلا تحضر فيه؟ ما عندك ما دير في البحر تقدر تشوف البحر صافي. كيفاش كتجوز الصيف؟ كتجوز عندك مع الصيف ولا مع الشتا؟ خويا الصيف حسن الصراحه واخا تكون وخاصة لا مصاد ولا البر. واش اش هو البحر حدانا؟ اه لا غير البحر ماشي لا بيسين. ايوا الحراره هذه عاديه كل شهر 6 و7 و8 راه تكثر فيه الحراره. واش تنصح الناس يتجنبوا هذا الحراره؟ يشربوا الماء ويتجنبوا شويه الشمس. كيفاش كتبرد في هذه الدرجه الحراره؟ وهي الصراحة كيفاش غتبرد؟ تلبس كاين الحوايج ديال الفصل الصيف هو اللي كتلبس هما اللي كيساعدوك باش تحس شوية البرودة وصافي فهمتي. ما كتبرد في فصل الصيف ولا فصل الحال فصل الصيف. فصل الصيف هو أحسن فصل صراحة. واخا كتكون الحرارة ما تكونش هي ديما هي تيكونوا شي أيام تيكون مرتفعة وهذا هو الصيف مرة طالعة مرة هابطة فهمتي. خصك ضروري تعيش مع مع مع, مع السيزون. درجة الحرارة خصنا نتعاملوا معها خصنا نستعملوا الماء بزاف فهمتيني. ومن الاحسن بنادم يمشي في الظل ويحاول ما امكن يبعد على الشمس حيت دابا الحراره راه مرتفعه راك عارف الدرجه دابا راه طالعه 40 45 43 وبهذه المناسبه ديال عيد الاضحى ننصح فهمتي الناس كامل انهم يحاولوا يتفاداو الشمس ويكثروا من شرب المياه. انا تنتبرد ما نكذبش عليك باش نشرب الماء بزاف ونحاول نبعد على الشمس وراك عارف الحوايج اللي تيتبردوا لي كلاص الى اخره. طبيعة الحال الشتا ما نكذبش عليك البرد والشتا الصيف خيرات بالنسبة لي اخويا منافرة تيقهرني بزاف اخويا واي حاجة ديال الله راه فهمتيني مرحبا بها. تبردوا اخويا هو البحر. البحر هو الحل الوحيد. شنو كتفضل انت الصيف ولا الشتا؟ انا اخويا تنفضل الشتا. علاش؟ الشتا اخويا تكون شحال من امتيازات على الصيف. الشتا فيها بحال هكا فهمتي يمكن لك تلبس اللي بغيتي كدا ماشي بحال الصيف. الصيف لبستي الصيف شي خار. شكرا اخويا. تغطاش بزاف ما يلبسش الحوايج بزاف وكيبقى عادي يمشي بيتمون بيل يكون شويه خفيف. انت كيفاش كتعمل مع الحراره؟ الحراره ما يوقفش حدا الشمس من بعد بين 11 و4 د العشيه ويبقى ما صلي مدلله وصافي هادشي اللي كاين. شنقول لك اخويا هاد العام هذا شويه درجة الحرارة طالعة شوية مي الحمد لله حنا كنسكنو هنا في العاصمة غادي عندنا مغربية شوية. اش كتفضل فصل الصيف ولا فصل الشتاء؟ وا مكذبش عليك بزوج كل حاجة وحلاوتها. واش تنشكر الصديق ديالي اللي دابا سبقاني الكونجي في تطوان تنقول له صيف مزيان وان شاء الله غنتغداو في العرجاش على الموش شوية وصيف مبارك علينا كاملين. الله يحفظك خويا ونتمنى لكم في صيف مزيان. وانا الأكشرية كندوز الصيف في الشمال. تنخليو الناس اخرين يجيو وجلسوا في بلاصتنا هنايا هادشي اللي كاين. تبارك الله عليك الصهد ولكن ما كنخرجوش فوق الصهد. تنصحي الناس باش يتجنبوا الحراره مثلا شنو كيفاش مثلا تشوف البحر البحر ولكن ما يمشيوش في الوقت اللي كتكون فيه الحراره مرتفعه بزاف وشربوا الماء. كنت كتبرد كتمشي للبحر ولا شنو كدير؟ بحر بيسين ليجا مرحبا. كلشي مزيان؟ كلشي مزيان الله ومالك الحمد بخير. نزلت مع عند الله مرحبا بها. العام جا قاصح قاصح مقاشة قاصح عاد تقولك بحال مراكش. ما كيعجبك الصيف ولا الشتا؟ شويه كنتي تبرد انت كنتي للبحر؟ تمشي للبحر تمشي سيدي عبد كلشي مزيان. خاصك تدخل شي شويه بين الله الانسان خصو يدير احتياطات ديال الكاسكيت يشرب شويه الماء فهمتيني ويتبعد على ما يعني الدراري الصغار يحاولوا ما يخرجوش في هذه الوقيته هذه. بالنسبه لدرجه الحراره لاحظنا ارتفاع في هذه الايام القليله اللي مرت درجه الحراره بواحد النسبه مرتفعه جدا. تنصح
الناس يشربوا الماء بكثرة ويبعدوا شوية على يبعدوا شوية على درجة الحرارة المباشرة يعني في الوقت ديال الزوال وداك الشيء. وأنا بالنسبة لي تنشرب الماء بزاف، تناخذ شوية ديال الفواكه اللي فيها الماء بزاف باش نتبرد، وتنمشي البحر مازال ما مشيتش ليه، ولكن المهم مازال ما خرجتش فهاد الشمس هذه ما قديتش عليها. انا تنفضل الفصول كاملين تنتمتع بهم، حيت هذا الاجواء ديالها دابا حنا في الصيف، فصل الصيف تنتمتعوا بهذا الوقت ديال الصيف، وكما تيجي الشتاء تنتمتعوا به. عواشر مباركه اخوتي المغاربه، الله يوفقكم، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه.